السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم بهذا الرشاش، هذا مبيد اللي كيترش فيه مبيد للحشرات. هذا الرشاش هذا كيصلاح المبيدات. انتما كما كتشوفوا هذا الرشاش يكون عند الفلاحة، بعد ما درنا فيه الماء انتما جبنا هذا مبيد للحشرات، خديتو من الفرماسيان ديال الفلاحة. هذا تقضي على الدودة، الدودة ديال اللي كتاكل الغرس. انا الصباح هذا لقيت الدودة كاع كلات لي الغرس. هانتوما كنشدو داك الغلاقة مع 15 لتر ديال الماء كما كتشوفوا، خلطوها مزيان بهذاك البومبا من الرشاشة، ثم كنسدو حيت هو هذاك المبيد شوية صعيب اللي عنده يبعدو على الأطفال ويبعدو على البلاصة اللي كيناول فيها. احنا كنحركوه دابا مزيان كيتحرك في الماء، هو راه صعيب شي شوية، خصو البلاصة اللي فيها الأطفال يحيدوه، حاولوا تحيدوه من الجهة اللي فيها الأطفال، البلاصة اللي كتناولوا فيها. هذا راه تيسالي مع دودة النبات الخضراء. أنا راه قهرتني الدودة وتجأت لهاد العملية، درت مبيدات ديالي تا هما كانوا عطاو منافع، ولكن هاد الدودة هادي مجهدة خاصها المبيد الكيماوي. هانتوما كما كتشوفوا هاد الرشاش، هذا رشاش المبيدات. هانتوما كما كتشوفوا دابا كنخلط داك المبيد بالماء. حاولوا بنادم اللي عنده الليقات يدير الليقات، انا الليقات ما تنديرهمش، هو راه صعيب شي شويه وفيه تسمم، الا يمشي انسان يديرو في يديه ويحك وجهو راه صعيب شي شويه. هانتوما كنجيبوه لهنا في هاد الحوض هذا، غنضربوه كامل بهاد المبيد هذا باش ما يبقى لا دود لا حشرات يقتل النمل، ما تيخلي مهم حتى حاجه ديال الحشرات، العنكبوت مهم تنقي. انا فايت ليا جربته وعاود جربته وموجود في عند الناس اللي كيبيعوا مواد الفلاحيه. هانتوما كما كتشوفوا كتعلق هذيك في الشكاره، كتولي تضرب ديك البومبا اللي كتقال كتعاود تربيها. هانتوما كما كتشوفوا عملية جد سهلة وناجحة 100%. ثم كما كتشوفوا عملية سهلة، كتقضي على الجراثيم، كتقضي على الدود ديال الدودة اللي كتكون في الغرس في الأوراق ديالك. هاديك الأوراق ملي كيتقبو راه كتكون الدودة هاديك. أنا الحمد لله اكتشفتها على بكري، الحمد لله. المهم انا كنراقب الغرس ديالي تقريبا كل نهار، كنعطيه واحد الساعه ديالو ولا ساعتين في النهار، كنراقبو مزيان اللي خاصها تسقال، اللي خاصها السماد، اللي خاصها هذه، اللي خاصها. الحمد لله هذه موهبة ديالي هي الزراعه، كنعتني بها، كان الحمد لله على كل حال. ثم كما كتشوفوا هذا المطيشه هذه هي كبرات، كانت تقيس عليا الدوده، ولكن الحمد لله في الوقت المناسب عتقتها. المهم الدودة مع هاد المبيد الحشري كيماوي ما كتخليش ليه الاثار، راه تمشيو عند الناس اللي كيبيعوا المواد الفلاحة، معروف كاينين بزاف ديال المبيدات حشريين ما كيخليوش الدودة ولا
النمل ولا العنكبوت ولا فهمتيني اي حاجه. دابا غنمشيو للضيعه ديالي اللي ان شاء الله غنتهي غنرشو فيها هذا المبيد الحشري الناجح 100%. تمام، هانتوما كما كتشوفوا، سمحوا لي كنحرك التليفون حيت راه خدام بيد وكان مصور بيد. هانتوما كما كتشوفوا جينا لهاد هاد اللوبيا الفاصوليا تا هي غرشوها وما كت... مكيأثرش هذا على الغرس. الجو هانتوما كما كتشوفوا ما تضربوش في الشمس، حاولوا تضربوه الصباح بكري ولا في العشيه. تما الصباح بكري دابا راه حيت كان شي شويه ديال الضبابه وداك الشيء راه ما نقولش لكم. هانتوما كما كنت ضروري ديروا كمامه حيت الريحه ديالو شويه صعيبه، هو راه داك كنقولوا السم ديال الحشرات، هذا هو السم ديال الحشرات. هانتوما كما كتشوفوا كنعطيه الغرس ديالنا ما كيتاثر ما والو، هذا ما كيخليش النمل، ما كيخليش عنكبوت، ما كيخلي حتى حاجه، كل شيء تيقتل داك الجراثيم كامله. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا في عالم رشيد والزراعه. تابونا عندي فلاشين ديالي، تخليو لي جيم، تخليو كومونتير اللي بغى شي استفسار شي حاجه مرحبا، ولا عنده شي حد شي ارض فلاحيه وبغاني نعجيها ليه مرحبا بلا بدون مقابل. يعني انا عزيز عليا الغرس وكنبغي ندير الخير وربي فيض عليا من جهه اخرى، اللهم لك الحمد. اللي بغى المرشي راه كاينه في فلاشين ديالي مرحبا، اللي عنده شي ضيعه وبغى يجي به المبيد وانا معليا نجي نرش ليه، ما عنديش المشكل. هانيه الحمد لله على كل حال، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله. انتم كما كتشوفوا ندوزو لهذا الربيع هذا، النمل اللي كان عندك في الارض راه ما تيخليش الاثار ديالو. هذا راه من بعد الدواء هذا كي عنده تقريبا من بعد 24 ساعه ما تبقى لا دوده لا نمل لا حتى حاجه. الحمد لله على كل حال. هذا المبيد هذا كاين مبيدات كنديرهم ديال المنزل، نقدر نوصفهم لكم، ولا ما عندكش باش تشري هاد الموبيد. هو راه رخيص ماشي شي حاجه، هو راه داير شي تقريبا شي 40 درهم ولا 50 درهم هاد الموبيد هذا. بغيت ندير لكم وصفه ديال الموبيد، موبيدات عاديه كاين الوصفه ديالهم عندي. انت كتشد واحد جيل ديال المعان، الفلفله حاره، ثومه، الخل، كتشدهم كطحنهم مزيان في المولينكس، كتصفيهم كتخليهم 24 ساعة كيتجانسو مزيان، صافي كتجي ترش الغرس ديالك. هذا مبيد منزلي للحشرات، النمل، أي حاجة. أصلا الفلفلة حارة فيها منافع لهادشي هذا، كتقتل الجراثيم كامله، الخل ديال التفاح ولا الخل العادي. والحمد لله كما كتشوفوا هانتوما الضيعه ديالي راه رشيتها تقريبا كامله. هانتوما كما كتشوفوا عندي البطاطا، عندي الثومه، عندي اي حاجه هنايا، عندي الباذنجان، عندي اللوبيا، عندي الفول، عندي الحمص، مازال ما زرعته ان شاء الله غادي نزرعو، باقي الوقيته ديالهم غادي تزرع. الربيع، النعناع، بزاف ديال الاعشاب كاينين، والحمد لله على كل حال. نتمنى
يعجبكم هذا الفيديو هذا وديروا لي ابوني في لاشين ديالي في عالم رشيد والزراعة، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. مع السلامة في فيديو اخر ان شاء الله.